خبر فرحنا كلنا بعد استجابه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج اشرف زكي، الكابتن اشرف الشهير باشرف فوله، بطل مصر والعالم في كمال الاجسام واللي بيعاني من فشل كلوي ويحتاج الى تدخل علاجي سريع جدا. كمان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الاجراءات اللازمه لعلاج البطل المصري وتوفير كل اوجه الرعايه اللازمه له في اسرع وقت. احنا معانا على التليفون الكابتن اشرف احمد زكي، بطل مصر والعالم في كمال الاجسام. يا كابتن اشرف، صباح الفل عليك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح النور. ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. اللهم امين. قول لنا، تلقيت خبر استجابه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي؟ وانت يعني قول لي بقى، كنت متوقع السرعه دي ولا لا؟ لا، ما كنتش اقدر اتوقعها ابدا. انا طبعا كنت بفتكر الموضوع كله انه زي من 25 يوم مسؤولين بيتكلمني ومفيش استجابه، لدرجه ان انا كنت خدت قراري ان انا خلاص اكمل علاجي على حسابي ومش عايز اي حاجه من الدوله. فوجئت طبعا ببعض الناس اللي جات لي من مكتب الرئاسه. كل ده انا مش قادر اتخيل برضو ان انا دول جايين من طلع الرئاسه، فكانت مفاجاه بصراحه صعبه جدا، ما مش قادر اتخيلها ولا قادر يعني ما در... يعني انا كنت كل استوعابي ان انا الوزير بتاعي بتاع الرياضه هو اللي ممكن يتبناني او يشوف موضوعي، لكن ما تخيلش ابدا فخامه الرئيس يهتم بيا بصراحه بالشكل ده. كنت حاسس الموضوع كبير قوي عليا، او انا معلش يعني مش قادر، حاسس ان انا بحلم. فاهتمام عالي جدا وفخمته يعني بصراحه. كل التلبيات العلاجيه بدات معايا، وانا دلوقتي حالا اخش المستشفى عشان ابدا مرحله العلاجيه، ومفيش اي تاثير في اي حاجه خالص. ربنا يخلينا سعاده الرئيس، واحنا طبعا في الاول في الاخر اولاده رياضيين اللي بنمثل مصر داخليا وخارجيا. صحيح. وهو حقيقي ما اثرش معايا والله. انت بطل بطل مصري وده حقك بالمناسبه، يعني ربنا يطمنا عليك دايما. لكن عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين حالتك الصحيه وصلت فين. انا وصلت من حوالي بالظبط شهر، عملت عمليه يعني برضو كانت على حسابي. كنت لازم اشيل الكليتين لان ما وصلت لمرحله سيئه. يعني كنت ممكن بابا بيتكلم وفجاه يغمى عليا. فالدكتور اللي متابعني لما عمل كونسولتو قال لازما نشيل الكليتين لان كده في خطوره على حياتك. صليت صلاه الاستخاره واتكلت على الله وشلت الكليتين، لدرجه ان كلمه شيل الكليتين دي في حد ذاتها كانت امر صعب بالنسبه لي، بس انا سلمت امري لله واتكلت على الله يعني. ربنا يحفظك وان شاء الله يتم عليك نعمه الشفاء. ان شاء الله القادم هيكون ايه يا كابتن؟ انا هبدا مرحله العلاجيه من النهارده ان شاء الله الساعه 9 بامر الله. فدي هتكون بقى طبعا لسه في حاجات يعني داخليه افتح عليها وكده عشان يقدروا يعملوا التوازن للجسم، عشان لا ان شاء الله لو في عمليه زرع يبقى انا جاهز ليها يعني. لكن هي الامور لسه فيها مشوار شويه كده يعني. ان شاء الله نطمن عليك ان شاء الله. يا كابتن اشرف، احنا عايزين نرجع نشوف الصور اللي احنا بنعرضها دلوقتي مره ثانيه. ربنا كبير يا فندم والله. شد حيلك كده، ربنا يقويك. ان شاء الله ان شاء الله، كله بامر الله، كله بامر الله. وشكرا لفخامه الرئيس. ربنا يطمنا عليك وبنشكرك طبعا شكرا جزيلا، وبنتمنى لك موفور الصحه كابتن اشرف احمد زكي، بطل مصر والعالم في كمال الاجسام. شكرا جزيلا ليك يا كابتن.